دكتور وليد جبالة، العضو بالجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. النهاردة اليوم العالمي لمواجهة الفقر، والأمم المتحدة كانت خصصت اليوم ده علشان تأكد على ضرورة مواجهة القضية دي. لو هنتكلم تحديدا يا دكتور بصفة عامة، أين العالم الآن من الفقر ومدى انتشار الفقر؟ خلينا نبدأ في البداية ونقول إن ظاهرة الفقر هي ظاهرة عالمية موجودة عبر التاريخ ومنذ القدم. كثرة الأديان السماوية دعت إلى محاربة الفقر وشجعت الأغنياء على مساعدة الفقراء، لم تبشر ديانة بالقضاء على الفقر وإنما تعاملت مع الفقراء بإجراءات معينة ودعت لمساعدتهم بأشياء بإجراءات ودعت الجميع أن يمد لهم يد العون. بالتالي فإننا أمام قضية لازم نحددها، أن القضاء على الفقر هو شيء خيالي ولكن المطلوب هو الحد منه. المهمة الأساسية للتنظيم الاقتصادي هو إدارة الاقتصاد بصورة تعزز من المكاسب الاقتصادية، بصورة تحد من ظاهرة الفقر وتكسر مجالها على أقل عدد من المواطنين. النظام الاقتصادي بيتغير عبر السنوات، بتتغير الآليات من عام إلى عام، ولكن تظل مهمة محاربة الفقر هي مهمة إنسانية، هي غاية للأديان، هي غاية للنظام الاقتصادي، هي غاية لكل الدول. في الفترة الأخيرة نلاحظ أن ظاهرة الفقر توسعت. إذا كان من المفترض أن التنظيم الاقتصادي العالمي هو من أحد أهم أهدافه هو محاربة الفقر، إذا كانت المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي هو بيحارب الفقر، إلا أن النتائج على مستوى العالم كانت يعني لا غير مبشرة. هو الأمر اللي بيأتي في مرحلة يحتاج فيها العالم أن يراجع نفسه في ذلك. طب دكتور وليد، هل خلال فترة فيروس كورونا ودلوقتي مع تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا نقدر نقول أن العالم بيعاني بشكل أكبر من الفقر في ظل الأزمات المتتالية؟ هل يعني فقمت من الوضع أكتر؟ بالتأكيد التداعيات كورونا أدت إلى صحيح احنا ما تأثرناش بيها في مصر، يعني لأن احنا كنا خارجين من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019، بدأت مع بداية 2020 تدخل كورونا مصر، بالتالي فكان عندنا زخم وعندنا قدرة ونجحت مصر أن تمتص الأزمة بنسبة 100%، ولكن خلال هذه الفترة العالم بتأثر بصورة كبيرة جدا، لأن عمليات توقف الاقتصاد اللي حصلت في العالم ترتب عليها ارتفاع نسب البطالة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب الفقر. لتأتي تداعيات للحرب الأوكرانية وما رتبته من عقوبات، يعني احنا مشكلة العالم مش بس في الحرب الأوكرانية طبعا، بقدر ما هي العقوبات اللي تم فرضها ارتباطا بتلك الحرب وما ترتب عليها من ظاهرة تضخم أدى إلى أن ظاهرة الفقر تنتشر بأن يتم ضم قطاعات جديدة للفقراء، هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم أو الذين انخفضت القوى الشرائية لما يحصلون عليهم من رواتب وأصبحوا غير قادرين على الحصول على نفس السلع والخدمات التي كانوا يحصلونها قبل ذلك. هكذا نجد أننا أمام صراع عالمي جيوسياسي يؤثر أيضا في منظومة الفقر وإجراءات دعم الفقراء بزيادة تلك الشريحة. العالم لازال يعاني من هذه الويلات. دور الدول ان كل دولة بتتخذ مجموعة من الاجراءات تحاول فيها وتحاول من خلالها دعم الشريحة الاولى بالرعاية ومساعدة الفقراء لمرور تلك التداعيات بأقل خسائر ممكنة، وهو ده اللي بتقوم به مصر خلال تلك المرحلة. طيب وبحديثنا عن مصر يا دكتور، دلوقتي احنا الأرقام الحديثة من التعبئة العامة والإحصاء بتقول ان معدلات الفقر عندنا في مصر تراجعت لأول مرة من 20 سنة ووصلت ل 29.7%. عايزين نعرف ايه الأسباب اللي أدت لتراجع المعدل، وهل مستمرين في نفس الخطى وقد يعني يتحسن المعدل، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ خلينا بس علشان نكون عندنا مصداقية مع المشاهد ان هذا التقرير متعلق بسنة 2020 صحيح، متعلق بهذه المرحلة اللي كنا في 2020 خارجين من برنامج اصلاح اقتصادي ناجح بصورة كبيرة جدا، دفعنا ثمنه وتعبنا في اوله في 2016، الا اننا مع نهاية 2019 وبداية 2020
كانت المؤشرات الاقتصادية المصرية جيدة، وحتى في تداعيات كورونا كنا من أكثر الدول تحقيق معدلات نمو في على مستوى العالم، وتراجعت بالفعل نسب الفقر اللي موجودة في مصر ارتباطا بتداعيات الحرب الأوكرانية. اليوم نحن النسب اللي موجودة حاليا لا زالت لم يتم الإعلان عنها، ولكن اللي بيتم الإعلان عنه هو الإجراءات اللي بتقوم بها الدولة لمساعدة الفقراء ومساعدة الشريحة المتوسطة أيضا حتى لا تقع في براثن الفقر. نستطيع أن نذكر إجراءات متعلقة زي ما ذكرت حضرتك في التقرير، الإنفاق الحكومي اللي الدولة بتنفقه زي مشروع حياة كريمة اللي الدولة بتحاول من خلالها أن هي تستمر رغم صعوبة الظروف، بتستمر في هذا المشروع اللي بيحسن معيشة الفقراء في مصر بالكامل، فضلا عن أنه بيساعد على وبيخلق فرص عمل جديدة تحاول أن لا ينضم فرق جديدة إلى معسكر العاطلين. هذا طيب. من جانب آخر الدولة بتشجع المستثمرين وبتقدم حوافز استثمار وبتتحدث في هذه المرحلة في الحوار الوطني وفي المؤتمر الاقتصادي المزمع عنده يوم 23 عن كيفية تشجيع القطاع الخاص لزيادة النشاط الاقتصادي حتى يتم خلق مزيد من فرص العمل. طيب دكتور، عايز أتكلم مع حضرتك بشكل عملي أكتر في فكرة خط الفقر، وإحنا كنا شايفين الأرقام المعلنة عالميا علشان الشخص يكون قادر على المعيشة لازم يكون دخله بشكل يومي يعني 2 دولار في اليوم. نقدر نقول عندنا في مصر دلوقتي في التوقيت الحالي الفرد المفترض يكون دخله كام علشان نقول أنه قادر يعيش؟ والله في اوقات الازمات انا ما اقدرش احدد رقم، لان احنا من يوم 24 فبراير 2022 واحنا كل يوم بالاسعار لها سيستم معين ولها تغير معين. نتمنى ان الحرب تهدى والبترول اسعاره تهدى والطاقه اسعارها تهدى ومعدل التضخم العالمي ينخفض ويتراجع حتى يمكن ويستقر عند مستوى يمكن لنا من خلاله القياس، ولكن احنا لما بنشوف كل سلعه القمح سوق القمح في البورصات بيرتفع وينخفض، احنا بنشوف احنا كلنا مواطنين وحاسين وشايفين ان الامور بتتحرك يوم ورا يوم. انا قضيتي النهارده مش هصرف كام، انا قضيتي ان الدوله تقدر تساعدني بكام. الدوله طبعا لها امكانيات مش هتقدر تتحمل كامل الصدمه، ولكن اللي انا بشوفه ازاي ان الدوله المصريه قدرت تزود المخصصات في التموين وحددت مبالغ اضافيه لبطاقه التموين، ازاي ان هي رفعت حد الاعباء، رفعت الرواتب والمعاشات وقدمت استحقاقات الزياده الى ابريل الماضي، ازاي ان هي بتحاول تقدم حزم مسانده متنوعه حتى للمصانع، ازاي ان هي اجلت الضريبه العقاريه للمصانع، ازاي ان هي قدمت حوافز متعلقه بالاعفاءات لغرامات التاخير للتأمينات وللضرائب للمستثمرين حتى يستطيعوا الاستمرار ويستطيعوا الحفاظ على ما يشغلونه من عمالة. الواقع أنا يعني بنشاهد منذ 24 فبراير 2022 الدولة عندها مرونة شديدة جدا في تقديم كل ما يمكن تقديمه من حزم المساندة للشريحة الأولى بالرعاية ومحاولة مساندة الشريحة المتوسطة، ولكن طبعا الظروف في هذه المرحلة العالم رايح فين؟ أتصور أن مفتاح الحل هيكون مع استقرار الأوضاع العالمية طبعا، بحيث يكون هناك مقاربة ما بين ما تقدمه الدولة وحق الهدوء في الظروف العالمية.